باسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا عندي مصر احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب، واحبها وهي مرميه جريحه حرب، بحبها بعنف وبرقه وعلى استحياء. انا عندي مصر احب واجمل الاشياء. ولسه القصه ولسه الحدوته ممتده وممدوده، ولسه منتخبنا الوطني رافع راسنا لفوق، ولسه منتخب مصر بيقدم الملحمه الاهم. بعد فتره طويله جدا حسينا فيها بغياب الامل، وحسينا فيها بالابتعاد عن منصات التتويج، ولسه للقاره سيد كبير يعود اليه الجميع، ولسه مصر قادره تعبر عن نفسها، ولسه ولادها قادرين يعملوا كل حاجه في التوقيت المناسب رغم صعوبتها. منتخب مصر العظيم مصدر الفخر اليوم يتمكن من قهر التحكيم وهزيمة المغرب وهزيمة الإصابات والإجهاد. هذه ملحمة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وعاد إليكم يا سادة من جديد منتخب مصر ينيم القارة من المغرب وعلى المغرب وفي المغرب وعلى أرض الكمال. منتخب مصر بيعود بشكله الجديد بروحه المستمرة بقالها سنين، بشكلنا بهيبتنا بصعوبات كتيرة واجهناها النهاردة. هذا اللقاء يكاد يكون الأصعب الذي تشاهده لمنتخب مش في الملعب بيدافع عن ألوانه وبيواجه خصم فقط، هو يواجه عدة خصوم، أولهم حكم اللقاء. هذا واحد من أسوأ الحكام اللي شفتهم في حياتي. ده الرجل قرر من الدقيقة الأولى إنه يحطنا تحت ضغط ما فيهاش كلام وما فيهاش مفر. هحسب لك وصفر لك كل حاجة في نص الملعب يا حمادة، بس أي حاجة على المنطقة ليك أنا مش شايفها، وهصفر لكل كورة شايفها للمغرب فيها حق أو ما فيهاش حق على منطقة الجزاء. أنا هحجم لك المباراة، أنا هبوظ لك أعصابك، أنا هخرجك من الجيم، ودي مش حاجة سهلة. بنقولها النهاردة ويملأنا الفخر ابتسمت كرة القدم لمن يستحق بالعدل والروح والرغبة. النهاردة في ظل تحكيم هو الأسوأ منتخبنا الوطني يتمكن من هزيمة المنتخب المغربي، وبقولها واحنا كسبانين وما بقولهاش واحنا خسرانين، عشان وانت كسبان لازم تاخد حقك، ولازم الناس تعرف وتشاور كويس على ان احنا اتظلمنا مع حكم حجمنا طول المباراة وحكم علينا احكام. الحقيقة يعني انا شفت حكام كتير، بس بالبلدي كده وبلغة الكرة ده واحد من اصيع الحكام اللي ممكن تقابلهم. انا هديلك حقك بس في نص الملعب، غير كده انت مالكش عندي حاجة، وهدي للخصم حقه بس على حدود ال 18. كتير بقى كتير اقولها وبفم مليان، مصر كسبت التحكيم النهارده. اقولها وبفم مليان، احنا النهارده عملنا معجزه والله. في كرة القدم ان تلعب او يلعب فريق امام حكم بهذا السوء وهذا الشكل فتحية تقدير كبيره. الماتش كان بيفلت من ايديك، بكلمكش على ضربة الجزاء، ضربة الجزاء صحيحة وبنسبة 100% لا مراء فيها، انما بكلمك على باقي احكام المباراة. عارف ايه هي؟ انا هعمل لك حاجات ما تبقاش مؤثرة لما تشوف تقول لي وانت ليك ضربة جزاء، لكن انا هعمل لك ايه؟ هبوظ لك اعصابك، هبص هخلي لك المباراة دي متعفرطة، ومش هحميك، وهخلي كل التدخلات العنيفة عليك مش ليك.
لا 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 لا، لعبتنا رجاله اسود ولاد اسود. ان تتحكم في اعصابك بعد هذا الضغط التحكيمي، لا، تحيه تقدير كبيره. ان يكون لديك مديرا فنيا وجهاز فني على اعلى مستوى يعرف يتحكم في الريتم بعد الاسلوب ده، حاجه عظيمه. ان يكون عندك لعيبه تصر رغم ان هي متاخره بهدف ان هي تلعب اللقاء بهذا الشكل، لعيبه كبيره. النهارده انت بتتفرج على منتخب مصر، منتخب الجزائر، المنتخب المغربي له مننا كل التقدير والاحترام. منتخب الجزائر عمل، منتخب المغرب عمل ايه في الشوط الاولاني؟ هي الكوره بتاعت ضربه الجزاء فقط لا غير، واحنا بنحكم باحكامنا طول الشوط الاول. الشوط الثاني اصرار وضغط ورغبه في تحقيق الفوز، اصابات ما ليها عد ولا حصر. خد بالك بس عشان انا احب اللي بين السطور، حجازي يتصاب ويضطر يتحامل على نفسه كام دقيقه عشان الشوط يخلص ويتغير حجازي، وتفاجأ من بعد اصابه الشناوي ان عندك جبل وهو جبل. انا في حياتي ما شفتش نماذج مشرفه كده، ما شفتش نماذج حلوه كده. عشان لما اقول لكم ان احنا ولادنا رجاله من اول يوم واقول لكم يا اخوانا احنا ما عندناش متخاذل، اسمعوا الكلام، ما عندناش النوعيه دي، والله ما اتفطرناش على الفطره دي. ممكن ما نكونش موفقين، ممكن يكون توظيفنا غلط، ممكن اي حاجه من الحاجات دي، بس احنا طبيعتنا رجاله. تعال النهارده اتفرج على ابو جبل مصاب، وعلشان عارف الماتش صعب والماتش تقيل، مش هخرج، مش هطلع. هو مش بيقول مش هطلع علشان حاجة، هو بيقول مش هطلع علشان خاطر هو عارف قد ايه ان هي مسؤولية. ما بقولش ان اللي عمله صح، خد بالك الكورة اتغيرت عن زمان، هي فدائية وقلب وحماس ومسؤولية يشكر عليها، ولكن اكتر من كده غلط عليه وغلط على الفريق. لكن لما تشوف كده تقول يا رب، يا رب احنا نستحق عشان الروح دي، يا رب احنا نستحق عشان احنا عملنا اللي علينا، يا رب احنا نستحق عشان هذا الكم من الاصابات والتحكيم والاجهاد، واحنا برضو قادرين نكمل. وبنلعب قدام مين بقى؟ منتخب المغرب يا جماعه، ومنتخب كروي قوي، ومن قبله امام المنتخب الايفواري. فاهلا وسهلا بكل عظيم اليوم سطر ملحمته، لعيبة على كفاءة كبيرة جدا جدا. انت فخور النهاردة ان انت مصري، فخور ان هم دول اللي بيمثلوا مصر، فخور انه رغم هذه الصعوبة انت بتكسب. المغرب جايالك اللقاء ده وهي مريحة يوم ازيد، وجايالك الماتش ده وهي لعبة 90 دقيقة، وانت جاي لها من ماتش كوت ديفوار وانت لاعب 120 دقيقة بركلات ترجيح بإصابات بيوم أقل راحة. وأكتر حاجة كنت خايف منها طول اللقاء إن هم ياخدونا لركلات الترجيح أول الشوط الإضافي، كان عندي قلق كبير جدا إنه البدني بتاعنا هيقع، لأن احنا لاعبين كتير قوي ويوم أقل في الراحة. علشان كده لازم تحط في اعتبارك لما تكسب ما تنساش ان في المكسب في اسباب، ما تنساش ان في المكسب في اسباب حقيقيه بين السطور بتقولك الناس دي كسبت ليه. احنا كسبنا عشان تغلبنا على كل الظروف اللي احنا ما بنقبلش بيها كمصريين كمبررات في حاجات كتير جدا. احنا ما بنقبلش لما نقول الارض وحشه، احنا ما بنقبلش لما نقول اجهاد، احنا ما بنقبلش لما نقول انسجام، احنا ما بنقبلش لما نقول اصابات، احنا بنقول احنا مصريين، واحنا بنقول ان احنا اسياد القارة. فطبيعي ان النهاردة لما يحصل اللي انت دايما بتنادي بيه وتطلب بيه تقول للناس تحية شكر وتقدير لكل واحد في المنظومة دي، من اول الجهاز الفني لحد اصغر عامل موجود في منتخب مصر. تحية كبيرة علشان هم النهاردة ادونا المثال اللي احنا محتاجينه نشوفه في الكورة، ومحتاجين جسر الثقة دايما متواصل، وتاني وتالت ورابع. لو ان منتخب مصر اليوم كان لا قدر الله خرج، انت كنت هتشل وترفع القبعة، لان انت شفت حاجة حلوة.
وحاجة مبشرة وحاجة تدي لك انطباع قد ايه ان احنا فعلا فعلا البلد دي مصنع الرجالة. ولما قلنا كلنا ورا منتخب مصر، والله والله من اليوم اللي احنا كلنا بقينا ورا المنتخب واحنا شايفين كل حاجة حلوة، فاحنا ورا المنتخب.